الفيديو الثاني في شرح وفهم معايير سباهي. حنعرف اليوم أول وأهم خطوة في طريق اعتماد سباهي، خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي. طبعا أول خطوة للاستعداد لاجتياز وأخذ اعتماد سباهي إنكم تكونوا لجنة تكون مسؤولة عن وضع خطة لتوزيع وترتيب المهام لأجل إنجاح وإنجاز المهام والهدف من تكوينها، وهو الحصول على اعتماد سباهي أو حتى الحصول على أي اعتماد آخر يخص الجودة. اللجنة تتكون من رئيس وأعضاء، وعشان تنجح اللجنة لابد يكون عندها صلاحيات واسعة للتعديل والتطوير وتغيير بعض السياسات والآليات في أقسام المجمع أو المنشأة، مع مراعاة أن تكون الصلاحيات في حدود إنجاز العمل والمهام وليست صلاحيات مطلقة. طبعا اللجنة حترفع المتطلبات والنواقص لإدارة المنشأة، هذا إذا ما كان مسؤول اللجنة هو مدير المنشأة، يعني يوضع خطة ويكون فرق عمل مثل فريق السياسات، وهذا يكون مسؤول من وضع السياسات والآليات العامة ومراجعتها مع رؤساء الأقسام، مثل فريق ملفات الموظفين واللي يهتم بإعداد وترتيب ملفات العاملين والموظفين حسب المتطلبات من شهادات ورخص ووثائق تأمين وهويات. ويفضل كل موظف يكتبوا عنه معلومات خاصة زي الأمراض المزمنة والحساسية والأمراض الوراثية، وكمان أرقام تواصل الأقارب في حال حدوث طوارئ لا قدر الله. وفي فرق تانية كمان زي فريق التخطيط وفريق الميزانية وفريق الملفات السبع الأساسية. الهدف والفائدة من تكوين اللجنة هو تجهيز جميع متطلبات الاعتماد والتقييم. اللجنة تحدد المراحل والخطة للبرنامج، واللي غالبا حتتكون من 4 مراحل، وكل مرحلة يكون لها ديدلاين. المرحلة الأولى وتكون مدتها مثلا 3 أشهر لكتابة السياسات والآليات وتجهيز الوثائق ومتطلبات الاعتماد والسلامة، يعني كل قسم يجهز السياسات الخاصة بقسمه، لأنه أكيد كل قسم له آليات مختلفة عن القسم الثاني، ويتم رفعها للجنة للاعتماد. المرحلة الثانية فيها يتم توزيع السياسات والتدريب عليها وإكمال ملفات المرضى. طبعا كل فرد داخل المنشأة لازم يكون عارف وفاهم السياسات ومتدرب عليها، عشان لجنة التقييم حيسأله كل واحد حسب وظيفته، ولازم يكون عارف الآلية وكيفية تطبيقها حسب ما هو مكتوب في البوليسي. والمرحلة هذه ممكن يتم وضع فترة زمنية 1 أو 1.5 شهر للتدريب والتأكد انه الجميع اتدرب صح. اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة متابعة سير العمل وفق السياسات الموضوعة لكل قسم، يعني اللجنة تتابع وترصد الملاحظات في هذه المرحلة. اما المرحلة الرابعة وهي مرحلة عمل التقييم وتحسين وتطوير البرنامج. اهم شيء تعرفه انه العمل لازم يكون بالتعاون والتنسيق من الجميع، بداية بالاستقبال الرئيسي، مرورا بجميع الموظفين والعاملين، والكل له دور في إنجاح البرنامج. حتى مسألة النظافة واللي تعتبر من أهم النقاط، مثل نظافة دورات المياه أكرمكم الله والأروقة وغرف الانتظار، يعني مساعدين النظافة لازم يكونوا فاهمين البوليسي ومطبقين عملهم حسب الخطة الموضوعة. وفي نقطة مهمة جدا لا تنسوها، إن كل هذا العمل وكل هذا الجهد ليس من أجل اعتماد سباهي فقط، وإنما لضمان جودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق مفاهيم الجودة وتعزيز ثقافة سلامة المرضى والتقليل من مخاطر الأخطاء الطبية، وطبعا تحقيق النتائج المثلى للمنشأة باستخدام الموارد المتاحة. أحط لكم صورة توضح أقسام المنشأة الصحية حسب معايير سباهي، واللي حتلاحظوا فيه القسم اللي يهمنا اللي هو المختبر واختصاره LB. المعايير مو شرط تكون معقدة ومثل المختبرات المرجعية، يعني أنت اللي تحط المعايير حسب طريقة عملك وحسب حجم العمل عندك. طبعا في معايير أساسية لازم تكون موجودة لدى الجميع، بس أنا بتكلم عن المعايير القابلة للتغيير، واللي بتختلف بناء على scope of service من لاب لآخر. يعني باختصار اللجنة الخاصة بالتقييم حتشوف المعايير اللي انت حطيتها بنفسك وتتأكد انك قاعد تطبقها والكل فاهم ومطبق حسب المكتوب او لا. نلخص حلقة اليوم في انه اول خطوة نحو الحصول على اعتماد سباهي او اي برنامج اخر خاص بالجودة هو عمل لجنة تكون مسؤولة من وضع خطة كاملة لإنجاز المهام، وكمان ضروري يكون في deadlines يتم خلالها تطبيق وتحسين المتطلبات حتى الحصول على الاعتماد. وقبل ما أختم، في الفيديوهات القادمة إن شاء الله حبدأ أشرح
معايير المختبرات الطبية وبنوك الدم CLBB Standards واللي هي تتكون من 12 ستاندرد. وبكذا أكون وصلت نهاية فيديو اليوم، أتمنى يكون أفادكم وعجبكم. ألتقيكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم.